بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حنحكي في جزئية الثيفنين، وفي هذه الجزئية راح نشوف احنا لما يكون في عندنا هنا مقاومات الاكس والواي، في عندي هنا بعديها اللود اوكي، وفي عندي هنا مقاومات. المفروض ان انا مبدئيا لما اشبك الدائرة هذه واجي اقيس التيار اللي هان، المفروض يطلع معايا قيمة. بعدين ايش بروح اسوي؟ الاكس واي هذه جزئية من هنا هيك كليتها استعيض عنها بس المقاومات الثلاثة بمقاومة واحدة فقط، والجهد بجهد واحد. هذا الار اسمه ار ثيفنين والفي في ثيفنين. كيف بنجيبهم؟ لهم طريق حسابيه، بس خلينا احنا مبدئيا نجيب التيار في الدائره الاساسيه. تعال نيجي نكونه مع بعض. عندنا 1.8 2.2 1 كيلو، وفي عندنا الحمل اللي هو 1 كيلو مشبوك على 10 جهد. طيب ماشي، تعال نيجي نشبك هان زي ما هي الدائره عندنا هان جاهزه. بكل بساطه بشبك المقاومات مع بعض هيك اوكي، وهي هذه هنا هيك، وهذه هيك، وهذه هيك، تمام. نيجي نشبك هذه من هنا هيك. اذا خلصناها الان، هاي شبكنا كل جزئية اللي هان، بضل عندي بس المصدر نجيبه ونشبكه هان. المصدر قديش عندنا؟ 10 جهد. طيب ماشي، هاي في 10 فولت، بشبكه هيك. المفروض يعني التوصيل ما ياخدش معايا يعني ثواني، للناس اللي صاحية وعارف ايش بتجمع، والناس التايهة راح تتوه. طبعا ما انا عارف. اوكي ماشي، الان هذه حنشبكها هيك. طيب ماشي، ليش بدنا نقيس؟ بدنا نقيس الامبير. تعالي نشوف وين ساعه الفحص الشغاله منيحه. الان هذه المفروض ايش نجي نشغلها هيك، نحط على الملي امبير، وطبعا الملي امبير ولازم يبقى الدي سي شغاله هيك. طيب ماشي، اوكي ماشي. الان كيف بدنا نجي نقيس الامبير؟ قلنا بنقيس التيار عن طريق التوالي. باجي اشبك هذه هيك وبفك هذه هيك بهذا الشكل. قديش طلع معي التيار؟ 1.55 تمام. الان خلينا نيجي نرجع هذا زي هيك. المفروض الان بدي احسب الار ثيفنين. الان جبنا التيار هنا قديش طلع معايا؟ 1.55. طيب ماشي، الان هذه الار ثيفنين كيف بدنا نجيبها؟ قلنا الار ثيفنين اول حاجه بلغي المصدر بخليه سلك اوكي، وباجي اشوف قديش عندي ار ثيفنين هان. فبلاحظ انه عباره عندي 1.8 مع 2.2 عباره عن توازي مع ال1 كيلو توالي اللي هي بالشكل هذا، حسبناها تقريبا تطلع معنا 2 كيلو. اذا ار ثيفنين هذه بتساوي تقريبا 2 كيلو. طيب الفي ثيفنين كيف؟ هاي الفي ثيفنين هي عباره عن في اوبن سيركت، بنشيلها اللي هان وباجي احسب. طبعا المقاومه هان اللي هان بمرش فيها تيار، اذا الجهد الفي اوبن سيركت هو عباره عن جهد اللي هان، اذا عباره عن ايش؟ فولتج ديفايدر، الجهد على 1.8 على مجموع المقاومتين ضرب ال10. هي بالشكل هذا بتطلع معي عندي الفي عباره عن قديش؟ 4.5. اذا عباره هذه عباره عن قديش؟ 4.5. اذا المقاومات الثلاثه بشيلهم بحط بدلها مقاومه واحده 2 كيلو، الجهد اللي هان بحط بدله 4.5. المفروض التيار اللي هان يطلع نفس التيار اللي هان، واذا طلع فعلا يبقى انا استعدت عن كل ليت المقاومات والحمل اللي هان بمقاومه وحيده ومصدر جهد واحد. الان تعال نيجي نفك هاي المقاومه، الحمل بتضل عندي تمام. جيبوا لنا شباب مقاومه 2.2 كيلو، 2.2 موجوده هي ها تمام. اذا هاي 2.2 تقريبا يعني بتأدي الغرض، وبأشبك المصدر على قديش؟ على 4.5، بعايره على 4.5 يعني هي أدي الغرض هيك منيح، مش مشكلة. 4.5 باجي اجيب المصدر اوكي، نجي نشبكه سواء بوزيتيف او نيجاتيف مش راح تفرق معايا كثير. اوكي الان شبكناها هذه، بنيجي نقيس الان الامبير اللي هنا قديش بيطلع معايا في الحمل، قديش طلع معايا التيار اللي هو 1.8 يعني تقريبا 1.5، نفس القيمه اللي حصلنا عليها في الاول بس مع اختلاف اللي هو مقاومه 2.2. لو كانت 2 حتطلع معايا بالضبط 1.5 تقريبا. واضح الكلام هذا؟ هذه جزئيه الثيفنين وقريبه كثير من جزئيه الملمن. يلا وقف.